خلاص يا سامية ما تبكي، الله أراد كده. لازم تكوني قوية وتقيفي وتصبري معاه وما توريه انت زعلانة. الله يستر ما يكون زي الطاهر ود التوم. مالو يا اخت الطاهر ود التوم؟ لما نزل المعاش قال له خرف طوالي. خرف عديك دي؟ انت يا اختي يا سامية دا اسألك، الرجال ده لما نزلوا المعاش بخرفوا ليه؟ خرفوا معاش يا حبيبتي، يبقى علي الاثنين حقدم استغاثة طوالي. ضربتوا الساقة طيبة دي ونايمين أمور قولها برا. ها يا جماعة غايتي والله أضعف شي تنتظر ريك زول. أيها الناس جايين على الهب يا ما جايين يا أخي جايين مع كل هو أمرك يا أخوان هاي الفاضل. ها اشوان اشوان هرب امر الفاضل الفاضل. ايوه ابو جمال يا اخي يا اخي تمر بيك السنه ترجي لك كاويل يا اخي في خلونا اخوان عندنا فحوصات اللي انتحروا بدنا نحكم تاني. شنو فحوصات؟ ها فحوصات شنو يا اخي؟ يفحصوك انت لو فحصوا المكروب يا اخي. اقول لك حاجه، انت جاي الحلتين والله حسب التساهيل، يعني يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين كذي لما الواحد يشم العافية. يا أخي يا أخوان إنتوا ما تكون ماشي مستعجلين كذي، ما تقعدوا معانا شوية. أها يا سر يا بنت عمي فتناكم بعافية، عليك النبي ما تنقطعي، زورينا في البلد إن شاء الله. إما أنا ماشي. الله إنتوا مسافرين ولا شنو؟ يا جماعة ما كنت ارتاحوا حبة يا أخي. قاعد لك أنا يا أخوان لو بالغتوا عديل كده، انتوا عارفين ابوي لو عرف انكم ماشيين ما حيخليكم تمشوا ولا حته. ما في سفر قبل ما تفطروا. سامي يا اختي بدور ازعلك، عدلان ده ماله لابس كذي؟ يكون نسي انه نزل المعاش. خالتي ساميه ناغميه ناغميه بالراحه، باقي يكون لسه ما تعود انه نزل المعاش بالراحه، الزول لما يتعود على الحاجه ما بالساهل يخليها. انت على الفاضل؟ خبار زلة علنا جينا لجنو يا اخي، يمكن نسى اخوان، يمكن طالع له مشوار. انت هذول ماشي وين؟ انا ماشي اباشر محامي كمدير عام. عدلان كده قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعد واشرب لك كوبايه بتاعت مويه. ساميه انت قايله ان انا جنيت؟ انا بكامل قواي العقليه أنا عارف تماماً إن الحكومة نزلتني المعاش، لكن أنا قررت أكون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العائلية ابتداء من اليوم. قرار رقم واحد. على كل أفراد العائلة والضيوف الكرام الالتزام بلوائح وقوانين المؤسسة العائلية. صدر تحت توقيعي عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية.